أعزائي طلبة وطالبات التعليم المدمج والتعليم المفتوح لمادة إدارة وتنظيم السجلات الطبية للمستوى الثالث فصل دراسي أول، أنا الدكتورة بسنت عايد رمضان الزيادي، هبدأ أشرح لكم معاكم إدارة وتنظيم السجلات الطبية. الوحدة التعليمية الأولى، مفاهيم وأسس إدارة السجلات الطبية. أول حاجة ناخدها معانا في الفصل هو مفهوم السجل الطبي أو تعريف السجل الطبي. هو عبارة عن إيه؟ هو مجموعة من النماذج والتقارير التي يدون بها بيانات تعكس كافة المجهودات المبذولة لتشخيص الحالة ووضع وتنفيذ خطة العلاج ومتابعة التقدم في الحالة، وكذلك الخدمات المقدمة للمريض بواسطة الهيئة الطبية أو الهيئة المعاونة له، وذلك منذ دخوله إلى المستشفى وأثناء إقامته بها وحتى خروجه بها وعودته إليها إذا لزم الأمر. وبتستهدف هذا للحصول المريض على أفضل رعاية طبية حالية أو مستقبلية والمساهمة في تنفيذ الأبحاث الطبية لتطوير المعرفة الطبية ولرفع كفاءة الممارسات الإدارية وحماية المستشفى من الناحية القانونية واعتمادها من الهيئات المتخصصة. حاجة هناخدها معانا النهاردة محتويات السجل الطبي الجيد. تتمثل محتويات السجل الطبي فيه، يبقى فيه اسمه، تاريخ ميلاده، عنوانه، جنسيته، نوع الشخص، مهنته، تاريخ دخول المستشفى، رقم بتاعه، هل يعاني من أمراض مزمنة، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للمستشفى، عنده حساسية، عنده مرض مزمن موجود عنده، هل سبق دخول المستشفى من قبل، هل هو عمل عملية قبل كده عشان يبقى عارف كويس الحالة اللي موجودة قدامه، ايه هي عناوين واسماء اقاربه في حين الطوارئ يتم التواصل معهم، ايه اسم الطبيب المعالج اذا كان في اسم طبيب معالج او حاليا اسم الطبيب اللي بيعالجه مين، ايه اجراء عمليات المريض قبل دخوله، تاريخ فحصه ايه، ايه نتائج الفحص سواء في تحاليل سواء في اشعه بتتحط في السجل بتاعه، التشخيص المبدئي بيتكتب في قلب السجل، ايه العلاج اللي هيتم المتابعه بيه، ايه سجل متابعه المريض. تالت حاجة معايا النهاردة، ازاي اعرف المعيار ان السجل الطبي ده فعال او معيار فعالية السجل الطبي. يبقى رقم واحد، لازم احدد الغرض من النموذج بتاعي وايه اهميته، لازم احدد امكانيات اجراء التعديلات على النموذج بتاعي، ايه النوعية المعلومات اللي هيتم ادخالها على النموذج، ايه الفئة المستخدمة للنموذج، هل النموذج اللي بيستخدم ده مستخدمه دكتور، هل بيستخدمه هيئة من الهيئة المعاونة بتاعته، هل فني أشعة، ايه الفئة المستخدمة للنموذج ده، ايه مكان حفظ النموذج وعدد النسخ اللي بيتم اعدادها، حجم الورق المطلوب ليه ومدى الاستحاجة لاستعمال الالوان في السجل بتاعه، امكانية استخدام نظم الكمبيوتر بتاعته، تحديد العمر التقديري للاحتفاظ بالنموذج. لابد من توافر عناصر التالية في السجل الطبي، التصميم الجيد للنموذج الطبي والتقارير، جودة محتوى السجل الطبي بحيث يعكس مراحل وإجراءات الرعاية الطبية، مراعاة الأسلوب العلمي في استيفاء بيانات النموذج والتقارير الطبية من جانب الهيئة الطبية أو الهيئة المعاونة، تطبيق نظم فعال للتنظيم أو لتصنيف وفهرسة وترقيم وحفظ واسترجاع السجلات الطبية. ازاي هعرف افهرس عشان اعرف لما اجي احتاجه اعرف اطلعه تاني استفيد منه، ازاي هوفر عناصر كافية او عناصر بشرية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مجال السجلات الطبية. طيب ايه عندي العناصر او العناصر البشرية اللي المفروض تبقى موجودة داخل نظام معلومات السجل الطبي؟ من امثلتها ايه؟ لازم يبقى متوفر عندي مدير نظام للمعلومات السجل الطبي، لازم يبقى عندي محلل معلومات، مصمم نظام برامج، مصمم برامج، معد للبرامج، مشغل حاسب آلي، مشغل وحدات طرفية، رئيس وحدة صيانة الحاسب والوحدات الطرفية، فني سجلات طبية، موظف لحفظ واستخراج السجلات الطبية، أمين للمكتبة الطبية. السجل الطبي ده أنا ممكن أستخدمه في إيه أو إيه استخدامات السجل الطبي؟ أول حاجة، أنا بستخدم السجل الطبي ده في التعليم أو التدريب أو البحث، بستخدم السجل الطبي في تطوير برامج المستشفى، بستخدم في التخطيط والرقابة إن أنا أعرف أخطط وإن أنا أراقب كويس جدا إداريا، بستخدمه في التقييم أو المراجعة الطبية، بستخدمه في اعتماد المستشفى.